ومن مفهوم أن الناس سواسية كما علمنا ديننا، وأنه لا فرق بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وأن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإننا نحرص كل الحرص على إقامة العدالة الاجتماعية وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا السمحة. عمان أرض السلام كانت ولا زالت سباقة في جميع المجالات الإنسانية وحماية حقوق الإنسان على أرضها، مواكبة بذلك لتطورات العصر ومنسجمة معها وفقاً للرؤية التي أرسى دعائمها ورسم طريقها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وامتثالاً للنداء الأممي بضرورة سعي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تكون مهمتها نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، قررت السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 124 على 2008 إنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لتكون بذلك مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. إن إنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان قبل 10 سنوات وفق مبادئ باريس التي سنت قبل 25 عاما دلالة على حرص السلطنة واهتمامها بقضايا حقوق الإنسان، منطلقة بذلك من رؤية واضحة بأن تكون منبراً وطنياً فاعلاً في دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لدى شرائح المجتمع ومؤسساته. وكلجنة وطنية مستقلة تضم 14 عضواً يمثلون مؤسسات برلمانية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية واتحادات ومؤسسات عمالية وتجارية، بالإضافة إلى كادرها الوظيفي، سعت ومنذ أيامها الأولى إلى تنفيذ اختصاصاتها بكل استقلالية، والتي شملت رصد التجاوزات والمخالفات وتلقي البلاغات وتقديم المشورة والنصح للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما يتفق مع القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية والوطنية. ويعد رصد وتلقي البلاغات عن المخالفات لأوضاع حقوق الإنسان في السلطنة جزءاً أصيلاً من عمل اللجنة، وتتولى الأمانة العامة باللجنة متابعة هذا الجانب من خلال استقبال أصحاب البلاغات بمقر اللجنة والجلوس مع الموظفين أو عبر الدخول إلى موقع اللجنة الإلكترونية وتقديم البلاغات، أو عن طريق خدمة التسجيل الصوتي للبلاغات عبر الهاتف بالاتصال على الرقم 800-2008. كما تقوم اللجنة بزيارات ميدانية للسجون والمنشآت الإصلاحية فضلاً عن متابعتها للحالات الإنسانية الأخرى. وتعمل اللجنة على تسوية الحالات والبلاغات بالتنسيق والتعاون المشترك مع مختلف المؤسسات المعنية بما يتوافق مع التشريعات والقوانين، وتقدم التوجيه والإرشاد في مجال حقوق الإنسان، وذلك للموضوعات التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها ولا يمكن تسجيلها كمخالفة أو تجاوز لحقوق الإنسان. إن الاعتراف الأممي باللجنة العمانية لحقوق الإنسان مكنها من حضور الاجتماعات وتقديم التقارير والرد على التقارير وتقديم صورة موضوعية عن أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة ومتابعة توصيات اللجان التعاقدية ومجلس حقوق الإنسان المقدمة إلى السلطنة، وساهمت هذه العضوية في الاستفادة من الخبرات الأممية. وتقوم اللجنة بجهد ملموس في مجال التوعية بحقوق الإنسان عبر تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية وزيارات ميدانية للتعريف باللجنة واختصاصاتها وآلية عملها. كما تحرص اللجنة على المشاركة في الفعاليات والمهرجانات العامة، وذلك من أجل الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، حيث أصدرت اللجنة عدداً من المطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان، إضافة إلى حضورها وظهورها الدائم عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية.
وقد اهتمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية ببناء القدرات في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان، حيث نفذت عشرات الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان والمهارات التخصصية الأخرى لأعضاء وموظفي اللجنة ولجهات أخرى داخل السلطنة، حيث تحرص اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على التدريب بحقوق الإنسان، حيث يمثل ذلك حجر الزاوية الأساس للمنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ماضية في الطريق الذي بدأته قبل سنوات في حماية حقوق المواطن العماني والمقيم وتمكينه من التمتع بها على هذه الأرض، تحقيقاً لرسالتها في غرس ثقافة حقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، وتعزيز ممارستها والعمل على حمايتها وفق المبادئ والتشريعات المحلية والدولية المنظمة لذلك. اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، عطاء مستمر.